منصة رقمية جديدة خاصة بالتواصل الاستراتيجي الفوري بين القيادات الحكومية في دبي، أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم سرعة اتخاذ القرار بتبني أحدث الحلول والتقنيات الرقمية وأكثرها فاعلية للوصول بمستويات أداء بمختلف القطاعات إلى أرقى مستويات الكفاءة. هذا تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تأكيد دور القطاع الحكومي محرك الدفع الرئيسي للتنمية ولتحقيق تطلعات المجتمع وضمان سعادة أفراده.